بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأزمة التي نعيشها الآن في مصر في أحد جوانبها أزمة أخلاق وتربية. الأزمة لها جوانب كثيرة، جانب منها علمي، وجانب منها أيضا تربوي أخلاقي. لو ألقيت نظرة سريعة على طريقة تعامل الناس مع بعضهم، والكلام مش على طريقة تعامل عوام المسلمين مع بعضهم، وإنما الكلام على طريقة تعامل الذين يريدون إقامة شرع الله عز وجل، طريقة الذين ينادون بتطبيق الشريعة، طريقة الذين يريدون نصرة هذا الدين. لو تنظر نظرة على طريقة التعامل، على أسلوب الحوار، على طريقة الكلام، تحس بمدى الأزمة التي نعيشها ومدى خطورة هذا الأمر. نظرة سريعة على صفحات الإنترنت تعلم خطورة الحالة الأخلاقية التي وصلنا إليها. تخيل الألفاظ التي تقال، أو طريقة الاختلاف، أو طريقة التعامل، تجعلك تتساءل: هل هذه أخلاق المسلمين؟ هل هذه أخلاق جيل النصر؟ هل بهذه الأخلاق ينصر المسلمون؟ أحيانا من الكلام المكتوب أو الكلام المسموع، لولا أنك متيقن أن هذه الأسماء أسماء مسلمين لاحترت في الأول. معقولة الذي يتكلم بهذه الألفاظ وبهذه الطريقة والذي يتعامل بهذا الأسلوب، هل هذه تعامل المسلمين؟ ممكن تقول في الأول ده أكيد مش مسلم، وبعدين تكتشف أنه مسلم، لكن ليست هذه هي الأخلاق التي أدبنا بها الإسلام، وليست هذه هي الصفات التي يجب علينا أن نتصف بها أو أن نتخلق بها. تعجب، هل هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ويتعاملون على هذا النحو ويكتبون هذه الألفاظ وهذه الكلمات، هل هؤلاء سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه؟ الكلمة اللي بيكتبها أو الكلمة اللي بيقولها من تخوين، تكفير، تفسيق، تبديع، السب، الشتم، البذاءة وغيرها، هل ده سمع في يوم من الأيام خطورة اللسان وخطورة الكلمة؟ هل سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت؟ يعني عمره ما تصور أبدا أنها بهذه الخطورة وهذا العظم يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هل سمع أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؟ هل سمع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ بل تتعجب وتتساءل: هل قرأ هذا الإنسان القرآن يوما ما؟ أو سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما؟ هل ربى نفسه
على معاني الإيمان؟ هل ربى نفسه على الخوف من الله عز وجل؟ هل ربى نفسه على معاني الشرع وامتثال أمر الشرع؟ هل عرف دينه واستقام عليه وتمسك به والتزم به وكان دينه مقدم على هواه وعلى رغباته وعلى شهواته؟ الأزمة أزمة كبيرة جدا، جانب منها كبير أزمة أخلاق وتربية. عشان كده كانت فكرة هذه الدورة الجزء التربوي، جزء إصلاح القلوب وإصلاح النفوس، وهذا الجزء لا يقل أهمية عن الجزء العلمي وعن الجزء المنهجي. الإنسان إذا علم ولم يعمل، إذا عرف ولم يطبق، تزداد حجة الله عز وجل عليه. العلم النافع هو ما ينتفع به صاحبه، ما ينفعه الله عز وجل به فيعمل به، ينفذ أمر الله عز وجل، يستقيم على منهج الله عز وجل. ده هذا هو العلم النافع الذي ينفع الله عز وجل به صاحبه. أما أن تكون المسألة مجرد مسائل محفوظة فما هكذا تربى الصحابة وما هكذا يربي المؤمن نفسه. قضية خطيرة جدا، قضية التربية وقضية التزكية، تربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها وتعبيدها لله عز وجل. الله عز وجل قال: قد أفلح من تزكى، وقال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه ورباها وعبدها وطوعها لله عز وجل. قد أفلح من عرف شرع الله وألزم نفسه به. قد أفلح من طهر قلبه من كل شائبة لا ترضي الله عز وجل. قد أفلح من طهر قلبه من الرياء، من الكبر، من العجب، من الحقد، من الحسد، من الضغائن، من البغضاء، من كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. قد أفلح من زكى نفسه وهذبها وعبدها لله عز وجل، نظر فيها فعلم عيوبها فتخلص منها وذنوبها فاستغفر الله عز وجل منها. إن الفلاح والنجاح والنجاة والنصر متوقف على مدى تربية الإنسان لنفسه وتزكيته لنفسه، على مدى صلاح الفئة المؤمنة، على مدى صلاح الفئة المؤمنة. الإنسان قد يحزن لا شك من وجود هذه السوءات داخل المجتمع اللي هو المفترض أنه هو أفضل ما هو موجود في مجتمعات المسلمين، المجتمع الملتزم أو الناس الملتزمة التي تنادي بتطبيق الشرع، التي تنادي بنصرة الدين، التي تسعى إلى نصرة الدين وإلى إقامة خلافة إسلامية على منهاج النبوة. يحزن أن يكون فيها مثل هذا، يحزن لهذا الهجوم الشديد على الدعوة، على العلماء، على الدعاة. لكن الحزن الأكبر هو أنه يتأخر النصر بمثل هذه الأخلاق. على قدر ما يكون فينا من العيوب، على قدر ما يكون فينا من هذه الآفات وهذه الأمراض، تكون الهزيمة أو يتأخر النصر. الحزن بس مش على أنه الإنسان خاض في عرض عالم أو داعية أو سبت الدعوة أو تكلم عنها، هذا لا شك يحزن الإنسان، لكن الحزن الأكبر على أننا نأخذ بأسباب الهزيمة وبأيدينا وبأفعالنا يتأخر النصر عنا. إحنا بنكون السبب الرئيسي، بنكون السبب الرئيسي في تأخر النصر أو في الهزيمة بسلوكنا، بأفعالنا، بأخلاقنا، بتقصيرنا، بتفريطنا. لذلك كان لابد للإنسان أن يقف مع نفسه وقفات ليبصر حال نفسه، وقفات
يبدأ بعدها في تربية نفسه، في تزكية نفسه، في إصلاح قلبه، في تطهير قلبه، في تطهير نفسه، في أن يخرج بقلب سليم ونفس زكية تربت على الإيمان وتربت على شرع الله عز وجل. التزكية شقان: تحلية وتخلية. قسمين: قسم تحلية وتخلية. التحلية أي تحلية النفس بالفضائل، وده معظم يعني محاضرات الندوة بتصب في هذا المجال، أن العبد ينظر فضائل الأعمال فيتمسك بها، فضائل الأعمال يجتهد قدر ما يستطيع في أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. والتخلية أي تخلي النفس عن الرذائل والعيوب، تطهير النفس من الذنوب، من الآثام، من الخطايا. ولا بد منهما، ما ينفعش واحدة لوحدها، لازم من الاثنين: تحلية وتخلية. تحلية النفس بالفضائل وتخليتها من الرذائل. لو إن الإنسان بيعمل طاعات مع وجود الآفات في نفسه، كالإنسان المريض يأكل جيدا وينخر المرض في جسده فيكاد أن يهلكه وأن يميته. واحد يأكل كويس بس مريض مرض شديد، المرض ده عمال يأكل فيه، عمال يأكل في صحته، المرض ده عمال ينخر في عظامه، المرض ده ممكن يهلكه رغم أنه بيأكل كويس وممكن بيتنفس كويس وبيشرب كويس، لكن لازم من مقاومة الأمراض، من الشفاء من الأمراض، من مداواة الأمراض، مع التحلي بالفضائل والأخلاق الحسنة. أحد أهم أسباب النصر وأهم أسباب نصرة الدين وأهم أسباب قيام الأمة هو صلاح الفئة المؤمنة واستحقاقها لنصر الله عز وجل. صلاح الفئة المؤمنة واستحقاقها لنصر الله عز وجل، هذا أعظم أسباب النصر. ووجود الخلل هو سبب من أسباب الهزيمة أو سبب من أسباب تأخر النصر. وجود الذنوب والمعاصي والآثام وسوء الأخلاق سبب الهزيمة أو سبب تأخر النصر. وجود أمراض القلوب وأمراض النفوس سبب تأخر النصر وسبب الهزيمة. فقد نهزم أنفسنا بأيدينا، وقد يكون الخلل من داخلنا أشد علينا من كيد أعدائنا. بل أنت ترى هذا واقعا. الله عز وجل قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الجبهة الداخلية، الخلل اللي موجود عندنا في داخلنا إحنا، أشد علينا من كيد أعدائنا، أشد علينا من كيد أعدائنا. الله عز وجل قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. انظر، ومكروا مكرهم، انظر لهذا الكيد ولهذا المكر الذي تزول منه الجبال. قال: مكر ناس، تفكير ناس، تخطيط ناس، تزول منه الجبال. لكن طمأننا الله عز وجل: وعند الله مكرهم. وعند الله مكرهم، لم يخرجهم عن قدر الله ولا عن مشيئة الله عز وجل. فالقضية الأساسية فينا إحنا مدى صلاح المؤمنين، مدى صلاح المسلمين، مدى صلاح الفئة التي تنادي بتطبيق الشريعة والتي تسعى لنصرة الدين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الخلل الموجود فينا هو الأخطر علينا من أعدائنا. إحنا اللي بنمزق بعضنا بأيدينا، وإحنا اللي أحيانا بنهدم البيت على رؤوسنا. لما تنظر كده في الأحوال الموجودة الآن، هل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وعالج الأخطاء على نحو ما نراه الآن؟ يعني ممكن أختلف أنا وأنت، طالما مسألة
تحتمل هذا، ليس مسألة فيها نص شرعي، قد أختلف أنا وأنت، وقد يكون لك رأي ولي رأي. هل يعني هذا أننا لابد أن نتقاتل؟ هل يعني هذا أنني لابد أن أكفرك وتفسقني وأبدعك وتخوني؟ هل يعني أنني أرى وأنا أعلم ظنا حسن ظن بك أنك تريد نصرة الدين، وأنت حسن ظن بي أني أريد نصرة الدين، حسن الظن بيننا على هذا النحو، هل يعني أننا إذا اختلفنا أن نقيم المشانق لبعضنا؟ إما أن تكون معي وإما أن تكون علي. ده منهج جورج بوش، مش منهج المسلمين. يا تبقى معايا يا تبقى علي. هل معنى أنني قد خالفتك في أمر أن أكون أنا خائن لديني وخائن لله ورسوله وسبب من أسباب الهزيمة؟ هل معنى أن أختلف أنا وأنت أن لا يكون بيننا من الود والحب والاحترام والتقدير؟ يونس الصدفي رحمه الله يقول ما رأيت أعقل من الشافعي. اختلفنا في مسألة، الشافعي إمام عالم كبير، ويونس من تلامذته، اختلفوا في مسألة، الشافعي له قدره ومكانته. قال: فجاء إلى بيتي وأخذ بيدي، الشافعي هو اللي رحله، وأخذ بيدي وقال: ألا يحق أن نختلف في مسألة ونظل إخوانا؟ ممكن أختلف أنا وإنت بس نفضل إخوان، نفضل على المحبة والمودة. هل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء على هذا النحو؟ حتى لو ظننت أني مخطئ، هل هذه طريقة العلاج؟ هل بهذا النحو إحنا بنعالج القضية؟ هل بهذا النحو إحنا خلاص بنقلل الهوة؟ بالعكس، ده كل يوم بتزيد. ليه؟ لأن هذا ليس هو المنهج النبوي في معالجة الأخطاء، ليس هذا المنهج الرباني، منهج الإسلام في معالجة الأخطاء، ليست هذه الطريقة التي يجب أن نتعامل بها، ليس هذا هو المنهج الذي في الإسلام للتعامل بين المسلمين حينما يختلفوا، خاصة في أوقات الفتن وفي أوقات اضطراب الأمور واختلال الأمور التي يرحم الله عز وجل من بصره بحقيقة الأمور ومن بصره بالحق والصواب. بتتعجب فعلا، هل ممكن الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها توحدنا، تألف بيننا، تقربنا؟ بل بالعكس، كل يوم بتزيد الهوة وتزيد الفرقة بسببنا احنا، احنا السبب فيها، احنا بنخالف تعاليم الشرع وأحكام الإسلام حينما نتعامل بهذه الصورة. الصحابة اختلفوا فيما بينهم، يعني في كل في، لو خدنا مثلا على سبيل المثال ما حدث بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، هناك من اعتزل، لا كان مع علي ولا كان مع معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هل سمعت كده ان هذا يتهم هذا بالخيانة وده موقفش مع الحق وانت خذلت الحق وده ما نصرش الحق وده نصر الباطل؟ هل بدأوا، هل تعاملوا مع بعضهم بالطريقة اللي احنا بنتعامل بيها؟ لا. عشان كده بنقول لك الأزمة خطيرة جدا، أزمة أخلاق، أزمة تربية، لأننا احنا ما ربناش نفسنا كويس على الانقياد للشرع، ما ربناش نفسنا كويس أصلا على الشرع، لم نتربى. فالإنسان لو أنه ربى نفسه تربية إيمانية قلت هوة الخلاف بشكل كبير جدا بين المسلمين بعضهم وبعض. لو أخرجت الأهواء والنزوات والشهوات وإرادات الدنيا من القلوب لكان الأمر خلاف ما نرى. لو كان الانقياد للشرع وتقديمه على هوى النفس وإرادات النفس هو الأصل وهو الذي تربينا عليه لكان الأمر اختلف تماما. فكيد الكفار علينا أهون مما يفعله بعضنا ببعض، والله عز وجل قد عصم الأمة من أن يسلط عليها عدوا من خارجها فيستبيح بيضتها. الله عز وجل وعدنا بهذا، ألا يسلط علينا عدوا من خارجنا فيستبيحنا ويستأصل هذه الأمة.
لكن بقي ما بيننا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: وإن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. يائس أن ترتد الأمة كلها كافرة، لكنه لا ييأس أبدا من التحريش بينهم، من إيجاد الفرقة والوسائل التي تؤدي إلى هذه الفرقة. كيد الأعداء والكفار، انظر كم كادوا الأنبياء والمرسلين وكم كادوا للأمة، والله عز وجل في النهاية يجعل العاقبة للمؤمنين والعاقبة للمتقين. الخلل اللي عندنا إحنا اللي داخل الصف هو الأخطر. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا جهز جيشا كان يوصيه فيقول: إياكم والذنوب، إياكم والذنوب. ليه؟ لأنها سبب الهزيمة. العدو دايما أكثر قوة، أكثر عددا وأشد قوة. فلو قلبت التاريخ كده هتلاقي تقريبا كل المعارك اللي خاضها المسلمون الكفار أكثر قوة وعدة وعددا. ممكن تلاقي الكفار ضعف المسلمين وضعفينهم، وأحيانا بيوصل لقدهم 70 مرة. المسلمين في البداية أمة ناشئة، قوة ناشئة، وبتحارب القوة العظمى الأولى والثانية في ذلك الزمان، الفرس والروم، ومع ذلك ينتصر المسلمون. لكن إذا وجد الخلل كانت الهزيمة. ولذلك يقولون: إياكم والذنوب. في غزوة أحد لما أصيب المسلمون وأصاب المسلمون ما أصابهم تساءلوا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ لسان الحال والمقال نحن المؤمنون وهم الكافرون، نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أتباع الشيطان، نحن الذين نبتغي نصرة الدين ونصرة الله وهم أعداء الله المحاربون لدين الله، أن هذا؟ كيف يحدث لنا هذا؟ فتأتي الإجابة الشافية التي تشخص الداء وتضع أيدينا على الدواء: قل هو من عند أنفسكم. هذه مخالفة واحدة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كم أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وقتل من المسلمين 70، وجراحات وإصابات شديدة، وكانت لهذه الغزوة أثر شديد على الأمة الإسلامية الناشئة في هذا الوقت، حتى بدأ الكفار حول المدينة يتجرؤون على المسلمين بعد أن كانت لهم مهابة بسبب غزوة بدر. مخالفة واحدة، والصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين نزلوا من على الجبل ظنوا أن المعركة قد انتهت، خلاص الكفار فروا، مشوا، هربوا، ولم يبقى في الميدان إلا المسلمون، ما فضلش إلا المسلمين وبيجمعوا الغنائم، خلاص المسألة انتهت، ظنوا أن المعركة قد انتهت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يبرحوا المكان حتى وإن رأوا الصحابة تتخطفهم الطير. فتخيل هذه مخالفة واحدة من أهل الإيمان وأهل الطاعة من خير صحابة نبي، وده كانت النتيجة. أمال بقى لما يكون فيه كبائر وصغائر وأمور من التكفير والتخوين والتبديع والتفسيق وإخلاف الوعد وخيانة العهد والسب والشتم والكذب ونشر الإشاعات والتطاول على أهل الفضل والخير وإلى آخره من كل هذه الذنوب، ماذا تنتظر؟ أتنتظر أن تنزل الملائكة تؤيد هؤلاء؟
يقول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تخيل، دخلت الدنيا للحظات في أطهر قلوب على وجه الأرض في قلوب بعض الصحابة، دخلت الدنيا قليلا في هذه القلوب الطاهرة النقية، فانظر ماذا حدث في أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم، ممكن نكون في فقر وفي قلة ذات يد، لكن دي مش خطر علينا. الخطر أن تبسط الدنيا، أن نتنافس عن الدنيا، أن نسعى للدنيا، أن نطلب الدنيا، أن نطلب أهواءها، شهواتها، رغبتها، أن نطلب من الدنيا. إن تكون الدنيا رغبة وهم ونية وإرادة من المؤمنين، ده خطر كبير جدا. في حنين بعد فتح مكة والصحابة متوجهين إلى حنين، قال البعض: لن نهزم اليوم من قلة. جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من كبار وخيار وأفاضل الصحابة، بل من خيار أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، بل خيار أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. قالوا: لن نهزم اليوم من قلة. عدد وعد. فتعلمت الأمة درسا عظيما. القضية مش قضية كثرة ولا عدة ولا عتاد ولا سلاح، في قضية أكبر من كده. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ماذا فعلت الكثرة؟ كانت الدائرة أولا على المؤمنين، عشان الأمة تتعلم من القضية مش قضية كثرة، القضية قضية إيمان، قضية دين، قضية أخلاق، قضية مدى تمسك الأمة بمنهجها، بدينها، مدى طاعتها لربها تبارك وتعالى. برضو في أيامنا دي بعد انتخابات مجلس الشعب، بعد أخوة كانت بتقول كده فعلا، إن خلاص إحنا الشعب يبقى معانا، إحنا 75% وأكثر من 75% في مجلس الشعب خلاص، وفي مجلس الشورى كده خلاص المسألة انتهت بقى خلاص. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. تخيل مثل هذه الأدواء دخلت إلى الصف المسلم، إلى النفوس التي يظن بها الخير. هو وصلنا 75% وأكثر والناس معانا والناس أيدتنا، خلاص احنا هنثق في كده، نثق في قدراتنا، احنا هنثق في عددنا، في عدتنا، في تأييد الناس، خلاص المسألة انتهت بقى خلاص. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. عشان الأمة تتعلم ان ممكن تكون انت كثرة وممكن يكون معاك العدة والعتاد وغيره وتهزم. في بلاط الشهداء، معركة بلاط الشهداء، كان بين المسلمين، والمسلمين كانوا يعتبروا شبه على حدود باريس. الجيش المسلم يخرج من الأندلس حتى قرب باريس، انتصارات مؤزرة مستمرة على الدوام لحد ما وقف عند هذا الحد، وبدأ معركة ما بين المسلمين والصليبيين، المعركة المشهورة التي سميت بعد ذلك بمعركة بلاط الشهداء. المسلمين من كثرة الغنائم، غنائم المؤرخين بيصف وصف رهيب جدا لا يحصيها إلا الله عز وجل، غنائم ضخمة للغاية توضعت في آخر الجيش عشان ما يحصلش اهتمام بها ولا خوف عليها، وضع حولها حرس. قائد الصليبيين أراد أن يوجه
نيات المسلمين من الجهاد في سبيل الله إلى خفع الغنيمة، فاستدار حول الجيش وبدأ يهجم على الغنائم، فتحول المسلمون إلى الدفاع عن الغنائم، الدفاع عن الدنيا، عن شيء من الدنيا. فكانت هزيمة شديدة للمسلمين، وتوقفت الفتوحات في أوروبا في هذا الوقت، وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة جدا في هذه المعركة الشهيرة بلاط الشهداء. صلاح الدين رحمه، ولذلك في غزوة مؤتة لما وقف الصحابة يستشيرون أو يتشاورون في، لما عرفوا أن الروم قد جمعوا لهم 100,000، 200,000 والصحابة 3,000، يعني بحسبة أنه كل واحد من الصحابة عليه قتل كم؟ أكثر من 70 واحد، قرابة 71 تقريبا، العدد غير متكافئ بالمرة. العدة، أنت بتقاتل الدولة العظمى الأولى في ذلك الزمان، أكبر قوة عسكرية موجودة في الوقت ده، يعني لا تكافؤ عدة ولا تكافؤ عتاد، والمسلمين بعيد عن أرضهم، ودي أرض مستولي عليها الروم. وقف المسلمون يتشاورون، يا ترى نرجع نبعث للنبي صلى الله عليه وسلم نطلب مدد نعمل، بدأ يتشاور. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: يا قومي، إن التي تحذرون للتي خرجتم تطلبون. أنتوا بتتكلموا في إيه؟ أنتوا أقصى حاجة عملوها إيه؟ حنموت، إحنا نموت شهداء في سبيل الله. وإننا لا نقاتل بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتل بهذا الدين. إننا لا نقاتل بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتل بهذا الدين، بمدى تمسكنا بهذا الدين، بمدى طاعتنا لله، بمدى استقامتنا على منهج الله، بمدى عبادتنا لله عز وجل، بمدى استناننا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون النصر، حتى ولو كان العدو بهذا العدد الضخم الكبير جدا. ولذلك خرج الصحابة وقتلوا في مؤتة، وكلكم يعلم ما أبلى الصحابة من بلاء رائع عظيم في هذه الغزوة، حتى أن خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه لما انسحب الروم لم يتبعوه. تخيل العدد الضخم ده، وسبعة أيام بيحاربوهم، لما بدأوا العدد الضعيف من القليل من المسلمين، لما بدأ المسلمين ينسحبهم الروم خافهم، لا يكون عامل لهم كمين، كمين ايه ده انتوا بهذه العدة والعتاد، كمين ايه وانتوا الدولة العظمى الاولى في ذلك الزمان، خايفين من ايه وانتوا معاكم عدد وسلاح وعتاد وارضكم. لكن كيف قبل المسلمون؟ في نفس هذه الغزوة سيدنا ابو هريرة كان حديث العهد في هذا الوقت، فبيقول: لما رأيت جموع الروم برق بصري. يعني أول ما شاف العدد ده، زمان طبعا كان عدد 3-4 آلاف، جيش ضخم جدا، حاجة رهيبة، عدد العرب في القتال في هذا الوقت ما كانش فيه الأعداد ضخمة جدا، ولكن تخيل بقى 200 ألف في مكان واحد في أرض واحدة. قال: برق بصري. ايه ده؟ ذهل، برق بصري. كان بجواره ثابت بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: مالك يا ابا هريره، انت شايف العدد كبير قوي، مالك يا ابا هريره، انك لم تشهدنا يوم بدر، اننا قوم لا نقاتل بعده ولا عتاد، وانما نقاتل بهذا الدين. مهما كان العدو قوي، مهما كان معاه، مهما كان معاه من امكانيات، لكن الصف المسلم طاهر يستحق النصر على طاعه وعباده ودين وايمان، فالنصر حليفه باذن الله عز وجل وبرحمه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى تلحظه ايضا في غزوه حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى حنين. حديث العهد بالاسلام، وده اعتذر الصحابي عن ذلك فقال: ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للكفار شجرة يعلقون عليها سيوفهم تسمى ذات أنواط يتبركون بها، فقال هؤلاء: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
عايزين شجرة نتبرك بها زي ما دول بيعملوا. لاحظ هنا المسلمين رايحين للقتال في الاتجاه للمعركة. يعني كان ممكن زي البعض ممكن يقول يعني طيب الغلطة دي النبي صلح لهم بعد كده، بس المهم دلوقتي نحارب العدو ونحارب الكفار دول، نفضل اصل ممكن دول الناس ديت تسيب الجيش وتمشي، اصل ممكن تحدث الفرقة، اصل ممكن لو كلمناهم دلوقتي يعني يأثر في نفوسهم، ممكن حاجات كثيرة. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم على وجود خلل في الصف؟ لا، إنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في هذا الأمر. الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. شوف تجديد النبي صلى الله عليه وسلم والكلمات الشديدة، لأن القضية لما يكون المنهج صافي، لما يكون الصف صافي نقي، ما يكون فيه الطاعة والعبودية فيه النصر بإذن الله برحمة الله عز وجل. لما يكون فيه الخلل فيه الذنوب فيه المعاصي ناهيك عن الشرك، يبقى هتلاقي الهزيمة أو تأخر النصر. فما قالش يعني طب نعديها بس لحد ما نحارب العدو، ومهم العدو الكافر ده الأول وبعدين إيه نعالج الأخطاء دي، مهم الأول نتجمع بس نتجمع وخلاص وبعدين نشوف بعد كده نحارب العدو ده وبعدين نشوف المشكلة دي. لا، لازم الصف يكون يستحق أن ينصر أولا، لازم وجود الإيمان والطاعة أولا. في غزوة في معركة حطين صلاح الدين كان يمر على خيام الجند، فإذا رأى خيمة يسمع فيها صوت القارئ يقرأ فيها القرآن قال من هنا يأتي النصر، وإذا سمع خيمة فيها ضحك ومرح ناس عمالة تضحك وتهزر قال من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي النصر، بالصلاة بالقيام بالعبادة بالطاعة بإصلاح النفوس بالنفوس الزكية الطاهرة النقية بالقلوب السليمة الصحيحة، من هنا يأتي النصر ومن هنا تأتي الهزيمة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي هذه الفرقة؟ ما هي هذه الفرقة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما هم عليه اعتقادا وعملا وسلوكا ومنهجا وأخلاقا، ما كان على مثل ما كان عليه الصحابة في كل شيء، مش في شيء دون شيء ولا في حاجة دون حاجة، لا في كل حاجة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أخلاقا وسلوكا ومنهجا وعقيدة وفكرا وعملا عبادة طاعة أخلاقا صفاتا سلوكا، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كان بعض الوعاظ بيعظ الناس وكانت الموعظة هو يراها مؤثرة، وبعدين لقى الناس محدش يعني عام مد أي إشارة يعني كله قاعد ساكت، فقال لهم ما لكم لا تبكون، ده أنا بقول كلام يعني هز الجبل وانتم محدش فيكم ولا دمعة نازلك وكله كده ساكت، ما لكم لا تبكون. فقال له بعض الجلساء منك أوتينا، انتبه منك أوتينا انت السبب. ازاي؟ لو خرج الكلام من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الأذى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالقضية مننا احنا في الأول، التركيز يكون علينا على أنفسنا بالأول، على كل واحد فينا بنفسه، بتطهير نفسه بتزكية نفسه باستقامته على منهج الله عز وجل. نحن أمة دعوة، أمة دين، أمة لها هدف وغاية. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مش أمة قضيتها نمو اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، لا، قضيتها أكبر من كده. الحاجات دي تأتي تباعا، تأتي تباعا،
لكن أمة لها منهج آخر. أمة هدفها تعبيد الناس لرب الناس. أمة هدفها ألا يخضع أحد إلا لله عز وجل. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فلا بد لكي تقوم بهذا الدور أن تكون صالحة للقيام به. اللي حيقوم بالدور ده لابد أن يكون صالحا، أن تكون الفئة المؤمنة التي تقوم بهذا الدور مؤهلة لهذا الدور، في أخلاقها، في صفاتها، في سلوكها، في اعتقاداتها، في أفكارها، في مناهجها. دي مش قضية ان احنا عايزين نقوم مثلا بثورة فنغير الوضع، او عايزين حرية للحرية، او عايزين ديمقراطية، او عايزين نحن نعمل ثورة سياسية او ثورة اجتماعية او ثورة تعليمية، صح احنا متخلفين تعليميا. كل ده، كل هذه الاصلاحات تأتي بعد القضية الاولى، بعد الهدف الاول، اللي هي قضية تعبيد الناس لرب الناس. حياتي الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والفن، حياتي كل أنواع الإصلاح بعد ذلك، لكن مش ده الهدف الوحيد أو الرئيسي. إذا كانت الثورة الفرنسية أو مش عارف الثورة الأمريكية نجحت في أمور، هؤلاء أمور أو ناس لهم دنياهم، يسعون إلى دنياهم. أما نحن فنحن أمة دعوة، لنا هدف وغاية، لنا منهج. فما ننصرش بأي طريقة أو بأي وسيلة أو على أو الفئة تكون بأي صورة أو بأي أخلاق أو بأي منهج، لا. لأن الأمة التي تقود، الأمة التي تنشر هذا المنهج، لابد تكون هي فعلا كده، لابد أن تكون هي كده مؤهلة للقيام بدورها، تصلح لهذا الدور، تصلح لقيادة الأمم، تصلح أن تعبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. الإسلام انتشر في كثير من البلاد بسبب أخلاق المسلمين، لم تجيش الجيوش ولم يخرج المجاهدين، وإنما بأخلاق المسلمين. المسلم يذهب بحسن سمته، بأخلاقه، بصفاته، بسلوكه، بتعامله. الناس في البلاد دي مش متعودة على الأخلاق السامية دي. إيه ده؟ في صدق الوعد وفي إنجاز الوعد وفي الأخلاق السامية، في الابتسامة، في البشاشة، في الصدق، في كل شيء، مش لاقين في بلادهم الحاجات دي. الكلام ده ايه ده؟ انت جيت منين؟ انت مين؟ ايه ده؟ فيعرفون ان هذه أخلاق المسلمين، ان هذه أخلاق الإسلام، فيدخل الناس في الدين. كثير من البلاد فتحت بأخلاق المسلمين، التجار المسلمين والمسلمين لما يذهبوا إلى هذه البلاد، فما يرى أهل هذه البلاد من هذه الأخلاق وهذه السمات وهذا السمو وهذه القلوب الطاهرة النقية وهذه النفوس الزكية، يسلم الناس يؤمنوا. نذكر لبعض الإخوة، كان بيقول إن سبب التزامه، وكان طبيب، صار بعد ذلك يعني ما شاء الله داعية ومن أفاضل الإخوة، يعني كان سبب التزامه هو سلوك أخ طبيب معاه في المستشفى، إنه هو بيقول شفته بس في أخلاقه، إزاي بيعامل الناس، إزاي بيعامل المرضى، حسن هذه الأخلاق، حسن السمت، الطريقة اللي بيتعامل بيها جذبني إليه. هو ما كانش ملتزم، الراجل ده ما كانش ملتزم، لكن لما شاف هذه القدوة، لما شاف القدوة الصالحة دي، لما شاف هذا الإنسان بأخلاقه، بسلوكه، بتعامله، كان سبب في التزامه. ولذلك قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. ممكن واحد بس بسلوكه يلتزم بسبب أناس ألافات مؤلفة، ممكن يفضل واحد ألاف يكلمهم ولا يقدر الله عز وجل الهداية لهذا الإنسان. والدعوة بالسلوك وبالقدوة أكثر تأثيرا وأثرا في الناس من الكلام. تشوف لهم في قصة أصحاب الأخدود، قصة غلام الأخدود، الغلام لما أرشد الملك إلى طريقة قتله،
قال له ايه؟ اجمع الناس في صعيد واحد واصلبني على ايه؟ على الجذع. ليه يصلبه على الجذع؟ الناس كلها هتشوفه. هتشوف مين؟ هتشوف الغلام الذي سعى في مصالحهم، الغلام الذي كان يجتهد في مداواتهم لا يأخذ منهم أجرا، الغلام اللي كان حريص على إيمانهم، الغلام اللي كان حريص على إنقاذهم من النار، الغلام اللي ما شافوش منه إلا كل خير. طب بيتصلب بيتقتل ليه ده؟ ليه بيقتله؟ هو عمل إيه؟ إيه جريرته؟ إيه جنيته؟ هيشوف الغلام الذي لم يكن منه إلا الخير إليهم، ويشعرون بالظلم الذي أصابه، ويعرفهم هو ليه مات في سبيل إيه، عشان إيه. يبقى في قضية الإيمان والدين. ولذلك لما قتل قال الناس آمنا برب الغلام، مش الغلام اللي كان بيضحك عليهم بينصب عليهم، ولا لا، ولا كان يقول لهم كلام حلو بس عشان مصالحه الشخصية، ولا لا أبدا، ما كان يبتغي منهم جزاء ولا شكورا. فساد الأخلاق، فساد النفوس وسوء الأخلاق ليس أمرا سيئا فحسب، بل في كثير من الأحيان هو صد عن سبيل الله. في إنسان ممكن يكره الدين عشانك، يكره السنة بسببك، في إنسان مش عايز يلتزم عشان اتعامل مع واحد كان في هذا السوء من الأخلاق، ولا كان في واحد ملتحق قابلته عمل وخلى وسوى. تخيل صد عن سبيل الله. وهذا أحد المعاني في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة لهم يصد عن الدين، ربنا لا تجعل سوء سلوكنا وأخلاقنا وأحوالنا سببا في صد الناس عن دين الله، سبب في ترك الناس الشريعة، سبب في ترك الناس الالتزام. الإنسان ممكن بسبب سوء أخلاقه وسوء سلوكه وسوء تصرفاته وسوء أفعاله يصد عن دين الله، يكره الناس في الشرع، يكره الناس في الدين. هو الناس كل واحد التحق كل من نبتت له لحية بالنسبة لهم شيخ، بالنسبة لهم صورة الدين، بالنسبة لهم هو ده الراجل بتاع الدين. فأول حاجة لما يلاقوا كده يقول لك يعني هو الدين بيقول كده؟ يعني هو الإسلام اللي بيقول كده؟ فلما يكون منا الخطأ وسوء السلوك وسوء الأفعال ده صد عن سبيل الله، ما تفكرش الأمر بسيط، خاصة وإن كل الأضواء مسلطة علينا سواء في المجتمع يعني داخليا أو خارجيا. أنت شئت أم أبيت ستوضع في هذا الأمر، ستوضع في هذه المكانة، يبقى لابد أن تحافظ على ذلك، تجتهد أن تكون كذلك، مش تكون يكون الإنسان سيء الأخلاق وفاسد السلوك وأفعاله مخالفة تماما لما أمر به الشرع والدين. يبقى أحكام وتعاليم الشرع في وادي، وأخلاقه وتعاملاته وتصرفاته في وادي تاني، يبقى كلامه طريقة كلامه طريقة محدثته في وادي، وأوامر الشرع في وادي تاني، طريقة مشي وطريقة سلوكه وطريقة تعامله مع الناس في وادي، والدين في وادي تاني. الأمر خطير مش سهل، خاصة وإن البعض أحيانا في زحمة الانفعال ولا في زحمة يعني شدة الأمور بتصدر منه أفعال في غاية الخطورة، وبعد يقول له خد بالك اوعى تفكرني شيخ. امال انت ايه؟ هي مسبة تكون شيخ؟ لا خد بالك ده انا، ويروح قايل لفظ معين. انت فرحان ان انت كده؟ فرحان ان دي اخلاقك؟ فرحان ان انت بترفع عن نفسك اللقب العظيم ده؟ ودي برضه لفظ يطلع من واحد مسلم؟ خد بالك انا ممكن اشيل لك الوش وبقيل لك الوش التاني. هو انت بوشين؟ انت بوشين؟ وش بتقابل به الناس؟ وش جوه؟ وش بره؟ وش جوه؟
ده قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين. أبو وشين ده شر الناس ذو الوجهين، واحد عابس على طول ما بيضحكش، ماشي مكشر، قاعد مكشر مقابل الناس مكشر حاجة كده يعني ايه، تحس ان تشوفه كده تحس ان وشه ما رسم عليه كده عظمتين وتحت خطر ممنوع الاقتراب، اوعى حد يقرب له ممكن انفجر في وشك على طول. ايه ده؟ ما تظنش ان انت تمثل نفسك او ان القضية يعني اصلا ما هي غلطة غلطتها يعني خلاص يعني، لا القضية مش قضية غلطة بس ولا قضية خطأ والعملية عدت يعني، لا ده انت شوف كم واحد حيتأثر بذلك، شوف كم انسان شاف هذا الفعل، شوف كم واحد ممكن ما يحبش السنة بسببك وما يحبش الدين بسببك وما يحبش الالتزام بسببك. امر اخوانا خطير جدا، خطير جدا جدا، لذلك احنا محتاجين تهذيب سلوك، تهذيب اخلاق. تعرف كان منذ فترة طويلة قوي اظن حوالي قرابة 15 سنة او حاجة زي كده، البعض نشر فيلم فيديو كده اسمه كيف يشوه الغرب الاسلام، كيف يشوه الغرب الاسلام. الفيلم ده كان مركز تقريبا تقدر تقول على ثلاث نقاط رئيسية بيجيب كلها ادلة عليه. النقطة الاولى نقطة ان المسلمين دول سفاكين دماء بيقتلوا بعض وبقطعوا بعض، يعني كأنهم عاملين زي دراكولا مصاص الدماء ما يحبوش الا الدم. الجزء الثاني جزء الجهل والتخلف، يعني جايبين صور مش عارف جايبينها منين صراحة، الصور انت تشوفها نفسك تتعب، فبالك بقى هم وهم اصلا كفار والمسألة دي متوجهة اصلا لصد الناس عن الدين. والجزء الثاني صورة الانحرافات السلوكية والأخلاقية. ف يعني جابوا أنا فاكر صور الشيعة وهم عمالين إيه في احتفال بتاعتهم عمالين يضربوا بعض ويعوروا بعض بصورة الدم والموالد، يجيب لك الموالد بقى واحد يضرب السيف من هنا يطلعه من هنا. فالمسلم داعية بأخلاقه بسلوكه، كل واحد فينا يحذر ان يكون سبب في صد الناس عن دين الله، كل واحد يحذر ان يكون سبب في ان الناس ما تلتزمش بسببه. كلام ده للرجال والنساء، لما تيجي الاخت المنقبة تعمل اي حاجة لابسة العبايات المزركشة والمزينة اللي عاملة زي الوان قوس قزح دي، او عباية متقطعة من كل ناحية، او مش عارف لابسه ايه، يقول لك شوف يا عم هو شو المنقبه، هو ده برضه لبس، هو ده ما دي برضه بتصد الناس عن الدين، ما دي مش هو ناهيك بقى انها تعمل خطا او سلوك سيء او غيره، يقول لك مش عايز تنقب، ليه مش عايز تنقب؟ يقول لك اصل فيه فلانه شفته فلانه منقبه بتعمل كذا، اصل منقبه، اصل واحده شفتها كانت لابسه مش عارف ايه وكانت بتكلم مش عارف مين. امر اخواننا خطير للرجال والنساء، يعني الكلام ده بس مش فقط للرجال، النساء كذلك، الاخوات كذلك، الامر خطير، خاصة ان مسألة لو فيه اي خلل في السلوك بالنسبة للمرأة اشد من السلوك بالنسبة للرجل في مجتمعاتنا، الامر ده في غاية الخطورة، فننتبه لهذا. خطورة مرض القلب ومرض النفس كما يقول الامام الغزالي رحمه الله، خطورة هذا الامر لاسباب، ان مرض النفوس ومرض القلوب اخطر من مرض البدن. فقال الامام الغزالي رحمه الله لاسباب، منها ان المريض لا يدري انه مريض، تجد بقى العجب مثلا والكبر والرياء عند الواحد ومش حاسس انه بيعمل حاجة، يعني بيضيع نفسه وبيهلك نفسه ومش حاسس، ده هو يا راجل يعني بيدي لنفسه حقها وهو يستحق ذلك، لا يدري المريض انه مريض. ومثل هذه الشهوات محببة للنفس، محببة للنفس، فلا يدري المريض أنه مريض، ودي مصيبة،
وطبعا لو واحد مش عارف انه مريض هيعالج المرض؟ مش هيعالج حاجة، فيظل المرض يزداد ويكبر ويتوغل لحد ربما يكون سبب في هلاكه. الأمر الثاني أن أعراضه وعاقبته غير مشاهدة في هذا العالم، ممكن ما يحسش بهذه الأعراض، أعراض هذا المرض. الثالث فقد الطبيب. قال: وهو العالم المربي الذي يشخص لك الداء ويصف لك الدواء. قلة المربين والعلماء الذين تصحبهم فيعرفونك داءك ويصفون لك الدواء. وأسباب صلاح النفوس منها معرفة النفس ومعرفة الرب. معرفة النفس بضعفها وعجزها وحاجتها، معرفة النفس بما فيها. قل بعض السلف: أصبحت في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر، أعلى جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. لو كل واحد بص في نفسه كده، كم سترنا الله، وكم أخفى الله عز وجل عيوب بعضنا على بعض. ده الواحد لو بص في نفسه كده وقال: لو أن الله أظهر بعض ما في الإنسان من عيب أو ذنب ما رفع رأسه في وجه أحد. لو بعض العيوب بس، لو بعض الذنوب بس، واحد مش هيعرف يرفع وشه في وش حد ولا يرفع بصره إلى السماء. أصبحت في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر، أعلى جميل ما يظهر أم على قبيح ما يستر. وأن يعرف ربه سبحانه بعظمته، بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، فيعظم ربه تبارك وتعالى. وكلما عظم العبد ربه كلما أحبه، وكلما أطاعه، وكلما عبده، كلما عرف العبد ربه بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته سبحانه، كلما راقبه وازداد منه خوفا وخشية ورهبة، وازداد له مراقبة وراقب الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. أن يعرف الله عز وجل بقدرته عليك، بقدرته على العبد، وأنه لا يخرج أحد عن إرادته ولا عن مشيئته، وأن الكل في قبضته سبحانه. أن يعرف العبد ربه تبارك وتعالى بعظيم نعمه عليه، فلا يستخدم العبد نعمة الله في معصية الله، فلا يستخدم نعمة الله في معصية الله. أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. كان بعض السلف يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. وكان في عرفات في الموقف قال الفضيل، أظن الفضيل بن المبارك، قال: إن ظننت أن هناك من هو في هذا المجمع أسوأ مني ومنك فقد أخطأت. أسوأ اثنين موجودين، أكثر اثنين مذنبين في المكان ده هو أنا وأنت. أن تعرف نفسك وأن تعرف ربك. ثانية: الإيمان والتوحيد، هذا أعظم ما تزكو به النفس. الثالثة: النوافل بعد الفرائض. النوافل بعد الفرائض، الفرائض أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله الفرائض، ثم النوافل. الرابعة: ترك الحرام. ترك الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده المفلس في نظر الناس، من لا درهم له، ما عندوش متاع، ما عندوش فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. رجل عمل الصالحات،
عمل خير كتير، صام وصلى وتصدق وقام وأنفق وبذل ونوافل وفرائض، عمل خيرا كثيرا، لكنه عمله لغيره، يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية. كل الاجتهاد ده والعمل الصالح، بس مش ليه هو، لغيره، للي شتمهم واللي ضربهم واللي اغتبهم واللي نم عليهم واللي أساء إليهم واللي خطف أعراضهم واللي اتكلم عليهم، عمل لغيره. يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، إدمان الذنوب والاستمرار عليها ذلة ومهانة للإنسان في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا سبحانه وتعالى. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك عصيان النفس، مخالفة هوى النفس، مخالفة إرادات النفس. الأصل في التعامل مع النفس هدم حظها وخطمها وتعبيدها لله عز وجل، إساءة الظن بها. قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت تبارك وتعالى. تقول شدي صغيرة وهينة وما جاتش على دي، يعني مش هي ديت يعني اللي دخلنا النار ولا لا. انظر إلى المعصية دي في حق مين؟ ده في حق الله عز وجل. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. نسأل الله العافية. الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. ممكن ذنب يكون سبب في هلاك الإنسان، ذنب، ممكن جملة تكون سبب في هلاك الإنسان، ممكن جملة تضيع الدنيا والآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لك؟ قال: فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فقال عليه الصلاة والسلام: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. ضيع الدنيا والآخرة بجملة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. تخيل خوف الإنسان له قاعد تحت جبل، والجبل ده عارف أنه هيقع عليه، شوف خوفه قد إيه. إذ المؤمن بيخاف من الذنوب أكتر من كده. أي ذنب ما بيبصش بقى معصية كبيرة وصغيرة، ده هو بيبص لده في حق الله عز وجل. والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، مش فارقة معاه أي حاجة، صغائر كبائر، زي واحد وقعت على أنفه ذبابة راح هشها كده وخلاص الموضوع انتهى. الذنب ما بيتأثرش فيه، ما بيندمش عليه، ما بيتحسرش عليه، ما بيتحسرش أنه عصى ربنا سبحانه وتعالى، ما بيتحسرش أنه أخطأ، ما بيتحسرش أنه هو تجرأ على محارم الله، ما بيتحسرش أنه عصى ربنا سبحانه وتعالى. خاصة ذنوب الخلوات، كما قيل: ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. يبقى العبد يظهر كده من الصلاح والتقى، ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فيجتهد العبد أن يصلح باطنه وظاهره، وأن يكون باطنه خير من ظاهره. الرابع أو الخامس: العلم. سنعلم فضائل الأعمال، يعلم المحرمات، يعلم كيف يتخلص من ذنوبه وعيوبه. السادس: محاسبة النفس. محاسبة النفس محاسبة حقيقية، مش بيخدع نفسه، مش بص يحاسب نفسه: أنا طب الحمد لله أنا بصلي ملتحي والأفطان قصير والسواك في جيبي والساعة في ايديا اليمين، ده انا كده زي الفل اهو ما شاء الله، ايه ده، حاجة جميلة اوي. لا، ده بيهلك نفسه،
مش بيحاسب نفسه. محاسبة النفس كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه. خلي لو انت مشارك واحد بخيل جدا جدا هيحاسبك ازاي؟ هيقول لك في 10,000 كده مش مشكلة عديهم، ولا هيحاسبك على الايه؟ على المليم، على السحتوت. فين السحتوت؟ فين المليم طيب؟ هيحاسبك على كل حاجة مهما دقت. اهو المؤمن بيحاسب نفسه كده، مش بيحاسب نفسه فيحسن بها الظن، لا ده هو بيحاسب نفسه يسيء بها الظن. انت مليئة بالعيوب، ويفتش في نفسه صح فيعرف عيوبه وذنوبه، ويبدأ يعالج أخطائه، ويبدأ يستغفر من عيوب من ذنوبه. السابع التربية على الانقياد للشرع وترك الهوى، ان يربي نفسه على انه ينقاد للشرع ويترك هواه. قضية رئيسية، تنفيذ امر ربنا، تنفيذ شرع ربنا سبحانه وتعالى. ودي حقيقة محبة الله، ودي حقيقة الإيمان. الانقياد للشرع خاصة عند غلبات الهوى، لما تكون النفس عايزة الأمر ده والشرع بيقول لك لا، أو النفس مش عايزاه والشرع بيقول لك اعمله. فدي بيان حب الإنسان لله ولطاعته يظهر في مثل هذه المواقف. فالإنسان يربي نفسه على أنه إذا قال الله قال رسوله سمعنا وأطعنا. مش يدور بقى أصل فيه فلان بيقول، أصل فيه علم بيقول، أصل يمكن، أصل أصل. الأصل أن تنقاد للشرع، الأصل أن يكون هواك وفق ما جاء به الشرع، الأصل أن تكون رغبتك ما يريده الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله هيقولوا سمعنا وأطعنا. طب قول المنافقين سمعنا وعصينا. الواحد فينا عايز يكون من أي الفريقين؟ يا مؤمنين يا منافقين، عايز تكون من مين؟ السابع الثامن تذكر الموت واليوم الآخر، أن تكون الآخرة من الإنسان دوما على بال، إنه حيموت وحيقعد بين إيدينا ربنا وحيتحاسب. والإنسان كده يبص يا ترى لو إنه واقف بين إيدينا ربنا بالذنوب والمعاصي دي ما استغفرش منها وما تبش منها، هيكون شكله إيه؟ هيكون حلو إيه؟ يا ترى يرضى الإنسان يقف بين إيدين ربنا كده؟ دايما يحط الأمر ده قدامه على طول، ما ينساهوش أبدا، يكون عنده رغبة في الآخرة، رغبة في الآخرة ورغبة في إصلاح نفسه. البعض الإصلاح إصلاح نفسه وتطهير قلبه مجرد أمنية، مجرد أمنية مش رغبة حقيقية. سنحتاج إلى رغبة حقيقية في الإصلاح، رغبة في الآخرة. الأخير الصبر والمجاهدة. النفس ربما بعض العيوب أو الذنوب تكون متأصلة متجذرة فيها، يمكن أحيانا بعض الأمور بتكون متمكنة شوية، بتحتاج إلى جهد إلى مصابرة. يكفيك شرف أنك تظل على المجاهدة وتصابر نفسك حتى ينعم الله عز وجل عليك بترك الذنوب والمعاصي وتصحيح الأخطاء. والله عز وجل وعد المجاهد في سبيله الذي يجاهد نفسه، وعده عز وجل بالهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما تيأسش من نفسك، ولا تقول أنا حاولت كتير وما عرفتش، ولا تقول أنا مينيش فايدة، ولا تقول أنا عملت ياما بس فيا اللي فيا فيا. لا، تفضل على طول تجاهد، على طول تجاهد نفسك، على طول على طول تداوم على الإصلاح. ما تجد وسيلة تقربك إلى الله إلا وتفعلها، ما تجد فرصة لتتخلص منها من عيب أو ذنب إلا وتفعلها، تظل على طول على المجاهدة. غاية التزكية الوصول إلى كمال الإيمان، غاية التزكية الوصول
إلى كمال الإيمان. وأجمع علماء القلوب أن النفس لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة زكية. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فكلما طابت النفس وزكت قربها الله عز وجل، فتسعد وتأنس بالله وتستغني بالله عز وجل. وكلما عصى العبد ربه تبارك وتعالى وصغر نفسه وحقرها بمعصية الله، طرده الله عز وجل عن حضرته وأبعده بقدر جنايته، فتحدث الوحشة بينه وبين ربه عز وجل، وبينه وبين عباد الله المؤمنين. فلو حصلت له الدنيا بحذافيرها لم تعوضه هذه الوحشة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. وقال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره والأنس به. قال بعضهم إن قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال بعض السلف: إنه لتمر بأوقات أقول: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش رغيد. تمر به أوقات بيقول: لو السعادة اللي أنا حاسسها دلوقتي أهل الجنة بيتمتعوا بيها إنهم لفي عيش رغيد. سعادته دي كانت بإيه؟ بطاعة الله، بزكاة النفس، بطهارة القلب، بعبادة الله، بطاعة الله عز وجل. أمراض النفوس في غاية الخطورة، أخطر من أمراض البدن كما قلنا. هذه الأمراض خطيرة على الإنسان، بل مهلكة، مهلكة للنفس، بل مهلكة للعبد في دنياه وأخراه، زي الرياء، اتباع الهوى، الكبر، العجب، الاغترار، الحسد، حب الدنيا، تنافس فيها وغيرها. يعني حنذهب في إطلالة سريعة جدا عن بعض هذه الذنوب وعلاجها. من هذه الذنوب الخطيرة جدا التي ننتبه إليها، وهذه يعني بتشيع خاصة بين الملتزمين، سلة المبالغة في المدح والإطراء. بتجد يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما خرج من بيته فوجد تلامذته حوله فقال: ما هذا؟ لا تفعلون بي أفعال الأباطرة، إن فتنة المتبوع مذلة التابع. تلاقي يجي مثلا في مجلس ولا في درس ولا في غيره، ناس غلابة زي حالتنا كده، أرى له كتاب ولا اتنين ويجي يتقدم، والشيخ الفلان والعالم والعلامة والبحر واللي انت تقعد تسمع مدح، تقول ده الإمام أحمد اللي حيطلع يتكلم ده ولا مين؟ قال: بس الإمام أحمد مات صحيح، احنا في القرن العشرين. الشيخ الألباني: لا والله ده مات راخر. الشيخ ابن باز مات، مين ده اللي هيطلع بيتقال عليه الكلام ده؟ حاجة بقت رهيبة جدا، فتنة لهذا ولذاك. يمكن ده حتى انت بتجد أهل العلم الأفاضل المشهود لهم بالعلم لا يقبلون مثل هذا، لا يقبلون مثل. أذكر مرة في لقاء يعني بتكلم، كنت بقدم للشيخ ياسر حفظه الله، فيعني أنا أظن أنني لم أبالغ في مدحي، لكن قلت كلمتين أعرف به الناس، خاصة أن كان في ناس كثيرة جدا جاية من غير الإسكندرية ما كانوش يعرفوا الشيخ. فبعد ما خلص الشيخ قال لي: بقى اللي أنت بتقول عنه ده هو اللي يقوم يطلع يتكلم، اللي أنت بتقول عليه ده يطلع يتكلم. عندنا بقى شبه مرض، بعض الدعاء بيقول: نحن عجزنا عن صناعة
الأحداث العظيمة، فاخترعنا الألقاب الفخمة الضخمة، عجزنا عن الأفعال والأعمال المجيدة، فبدأنا نخترع ألفاظ ونقعد نمجد ونمدح. الأمر ده أخواننا يجب أن يكون بقدر، يجب أن احنا نفهم أن ده قد يكون فتنة لهذا الإنسان اللي قاعد اللي هكلمه، وقد فتنة للإنسان نفسه. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. المرض الخطير الثاني مرض الرياء، والرياء خطورته أن ثواب العمل يضيع ويأثم الإنسان بريائه. في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يلتمس الأجر والذكر فما له، هو عنده نيتين، يلتمس الأجر والذكر، عايز برضو رضا ربنا، عايز الطاعة، عايز الثواب، وبرضو يتقال عليه شجاع وبطل ويبقى يظهر في التلفزيون الشهيد وسمى شارع باسمه، عايز الاثنين. فما له؟ قال النبي لا شيء له، لا شيء له، ملوش ثواب ملوش أجر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. في الحديث أول ثلاثة تسعر بهم جهنم: عالم وقارئ للقرآن ومجاهد ومتصدق، دول أول ثلاثة تسعر بهم جهنم. عالم علم العلم وبذله، وقارئ قرأ القرآن وأقرأه، ومتصدق تصدق في وجوه الخير، ومجاهد بذل نفسه وماله ودمه وحياته في سبيل الله، أول ثلاثة تسعر بهم جهنم. نعم، لأنهم لم يبتغوا بأعمالهم وجه الله، إنما ابتغوا وجوه الناس. فإذا جاء الشيطان يوسوس للإنسان أن يطلب بعمله وجوه الناس، أو أن تكون له نيات غير نية الطاعة والقربة، أو يكون له طلب غير طلب الآخرة، أو أن هو يفسد عليه نيته فلا يعمل العمل إلا لله، يذكر نفسه بقبح الرياء وفساد العمل وقيمة الإخلاص، وأنه يأتي يوم القيامة مفلسا لا أجر له ولا ثواب له، وأن وجوه الناس التي أرادها، التي أراد أن تمدحه وأن تثني عليه وأن تضفي عليه الألقاب وأن تمجده وأن يظهر لها هذا الصالح من الأعمال، أن الله عز وجل قد يقلب هذه القلوب عليه فتبغضه. أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه بيقول: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسها الله رداء علانية، ما أسر عبد سريرة إلا ألبسها الله رداء علانية، إن خيرا فخير أو شرا فشر. يذكر نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم تراءون فاطلبوا منهم الأجر. تخيل ذلة إنسان وحسرته قد إيه في اليوم ده لما يتقال له كده. يتذكر أن من راء الله به، ومن سمع الله به. اللي عايز الرياء والسمعة قد يفضح في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. تخيل الفضيحة، فضيحة الإنسان على ملأ الأشهاد. من الأمراض التي في غاية الخطورة اتباع الهوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقسم الله عز وجل الناس إلى إما مستجيب لله ولرسوله وإما متبع لهواه، بل جعل الله عز وجل الهوى قد يكون إلها يعبده الإنسان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال المفسرون: كلما هوى شيئا ركبه، كل ما يشتهي حاجة يعوز حاجة يعملها، حرام حلال معصية طاعة، كل قضيته كلما هوى شيئا فعله. ما خالط الهوى شيئا إلا أفسده، وما أطاع أحد هواه إلا ذل. وكل من بلغته الحجة واتبع هواه فإن الله عز وجل يرفع عنه ولايته ونصرته. قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وشبه الله عز وجل أتباع الهوى الذي يتبع هواه
الذي لا هم له إلا نفسه، إلا رغبته، إلا شهوته، إلا إرادات نفسه، إلا ما يريد، وافق هذا الشرع أم خالف، الذي يسعى لإرضاء نفسه وفقط، متبع لهواه، متبع لنفسه، شبهه بأخص الحيوانات. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واتباع الهوى سبب للطبع على القلب. قال سبحانه: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اتباع الهوى سبيل من سبل الضلال. قال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولم يجعل الله عز وجل للجنة طريقا إلا باتباع هداه ومخالفة العبد هواه. قال سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالإنسان يجاهد نفسه ويربيها على اتباع الشرع والانقياد له. أحد جوانب الأزمة أيضا التي نعيش فيها هي مسألة اتباع الهوى، مسألة عدم الوقوف مع كل مسألة نتحاكم فيها إلى الشرع، ويربي العبد نفسه على الانقياد للشرع وترك الهوى، يربي الإنسان نفسه على اتباع الشرع وترك حظوظ النفس، يربي الإنسان نفسه على اتباع الشرع ومخالفة إرادات نفسه ورغبات نفسه. ويعرف العبد ما في اتباع الشرع من خير وما في اتباع الهوى من شر وعاقبة سيئة. واحذر أن تغلف اتباع هواك بغلاف الشرع. البعض بيتبع هواه بس يحاول يغلف ده بغلاف من الشرع، يعني عايز دايما الفتاوى تكون على مزاجه هو، على هواه، وفق هواه، حتى لو انه جاء الامر بخلاف هواه يحاول يدور على اي حاجة توافق اللي هو عنده. كنت بكلم واحد في مسألة فلم يقتنع بكلامي، فقلت له: طب اسأل الشيخ فلان. فقال لي: لا انا حسأل الشيخ فلان. قلت له: ايه المشكلة؟ كلهم مشايخ، كلهم افاضل من اهل العلم. قال: اصلا لو سألت الشيخ اللي انت بتقول لي عليه هيقول لي حرام، لكن لو سألت الشيخ التاني هيقول لي حلال. ده بيبحث عن ايه؟ عما يوافق هواه. ده ما بيتبعش الشرع، ما يخدعش نفسه انه بيتبع الشرع، لا ده بيتبع هواه، بيبحث عما يوافق هواه. فالإنسان يحذر من ذلك، ينتبه إلى هذا الأمر في غاية الخطورة. ما تخدعش نفسك أن أنت منقاد للكتاب والسنة ومتبع للشرع وأنت تجتهد ألا يكون شيء إلا ما يوافق هواك. ولو كان الأمر خلاف هواك لا ترفضه، وتبحث عن أي حجج أو أي أقوال أو أي أشياء ترد بها الأمر. من أخطر الأمور والأمراض العجب والكبر. الإنسان يبقى مبسوط بنفسه قوي، معجب بنفسه قوي، شايف انه احسن من غيره، ان عنده عقلية مش عند حد، دماغه ديت في زيها، خاصة دلوقتي مع الانترنت والفيسبوك والفيسبن والحاجات اللي زي كده والنت وغيره. ودلوقتي بقت ايه، حاجة هيصة قوي، يعني كل واحد تلاقي عنده صفحة وصفحتين وعمال يكتب ويشير ويعمل حاجة. دلوقتي بقت يعني أمر صعب أوي، تلاقي يصور نفسه ويعمل كده، يفكر، يتأمل، يقرر، صور نفسه. فضيلته في زيارة على البحر المتوسط، ما هو البحر ورانا، وما ايه المشكلة يعني، ما الناس كلها بتروح البحر. فضيلته مش عارف ماشي هو في بتاع عمال يصور نفسه، ايه الموضوع؟ مبسوط قوي من نفسه، معجب قوي، شايف انه احق ان تكلم ان يسمع له، وان خطب ان يزوج،
وأن يوسع له في المجالس، ما فيش زيه. ده مين ده؟ من العقلية اللي وكل عمل يا سلام مبسوط منه قوي، كل حاجة بيعملها في غاية الروعة، في غاية يا سلام. مين يعرف يعمل الموضوع؟ مين يعرف يعمله كده؟ دي مصيبة، دي كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهتفكر انت يوم بقى كتبت لك على النت كلمتين، ولا ده كتب له كلمتين، ولا ده ليه صفحه ولا غيره، انت خلاص بقيت ان الواحد بقى عالم، او بقى شيخ كبير، او بقى حاجه كبيره قوي المفروض الناس تسمع له. ودلوقتي بقى اي حد بيكتب في اي حاجه، يعني امور ربما لو كانت على عهد الصحابه لجمع لها عمر اهل بدر، وده يقعد ويقول ويناقش ويقرر كانه احد الائمه الاربعه، وكل واحد مبسوط وبقول لك ده انا كتبت حاجات، طب بص ديت، طب شوف ديت. طب الكبر، قال النبي: بطر الحق وغمط الناس. رد الحق، لا يقبل الحق الا ما وافق هواه. يرد الحق، لا يقبل الحق الا ما يكون على مزاجه، الا ممن يريد ان يقبل منه. لا يقبل الحق، وغمط الناس، احتقار الناس، احتقار الناس، شايف نفسه دايما اعلى. الفرق بين العجب والكبر ان الكبر ده لازم يكون مع حد من الناس، يعني بيتكبر على حد. اما العجب فحتى لو ما كانش مع حد هو ممكن يتصور ان يعجب الانسان بنفسه، حتى لو ما كانش ايه فيه حتى يعني ناس غيره، كما قال الغزالي رحمه الله تعالى. والحقيقه الامر ده يا اخوانا في غايه الخطوره، العجب والكبر، لأن ذلك يمنع الإنسان من قبول الحق، ويمنعه من قبول النصيحة، فوق أنه سبب من أسباب الهلاك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. والكبر سبب لبغض الله وبغض الناس. الناس ما تحبش المتكبر، ولا تحب المعجب بنفسه. الواحد فعلا لو بص في نفسه كده هيعجب بيه، مبسوط قوي بدماغك بعقلك، ده ربنا اللي اداهولك، ربنا اللي انعم به عليك. معجب بعملك، ده لو ربنا ما تفضل عليك ما تقدرش تعمل حاجه. انت مالك بصص للناس من فوق ليه؟ شاف ان انت احسن من غيرك في ايه؟ ازاي؟ ده لو بص الانسان في نفسه وفتش في نفسه عمره ما هيقول انه احسن من حد ابدا ابدا، ولا عمره يتصور انه احسن من غيره ابدا. لكن امور كثيره جدا في واقعنا المعاصر دلوقتي تؤدي الى مثل هذه الامراض. ايضا الحسد، وطبعا العجب والكبر قبل ما نعديها، يعني دايما الانسان بقى اذا لم يصدر، اذا لم يسمع له، اذا لم يوضع في المكان التي يرى نفسه انه لا يقوم بها، تبقى مصيبه بقى. يشتم ويسب ويهاجم وينقلب على اخوانه وينقلب على الدعوه ويقعد يشرح ويقطع في الناس. ازاي ما وما يعرفوش انا مين؟ ويقعد بينتقد في كل حد وفي اي حاجه وفي كل حاجه وفي اي حد، صح ولا غلط؟ هو النقد مش هو المشكله، لو الانسان بينقد نقد بناء ونقد صحيح لا حرج. ويجب على يعني اهل الخير واهل الصلاح واهل الاداره ان يستمعوا للناس، طالما ان هو نقد بناء، وطالما نقضي في الصالح، وطالما الانسان يبغى الخير، مش مجرد ان انت عمال تشوه الصوره وخلاص، لا ده ينقلب على كل حاجه، ولو اعطي يرضى. لا دي مش خلق المسلم، ان يعطوا منها رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. لا، المرض الخطير مرض الحسد، انه لو راى الانسان من يتقدم عليه، من أنزله الله عز وجل مكانة، يحسده ويشتعل قلبه غيرة وحسد، غيرة منه وحسدا عليه. واحد كان بيقول، يعني أنا وشيخ ياسر كنا كده، بس يعني جت معاه هو كده، إلى الله المشتكى. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إن شاء الله إحنا بننبه الأخوة إن شاء الله إن الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى، إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. شيخ سيد إن شاء الله على وصول بعد صلاة المغرب إن شاء الله.
محمد كان سيد طبعا الواحد مش هيعلق على حكاية بقى جت معاه كده دي، بس شوف تخيل الإنسان يرى إيه في نفسه. طبعا ده مثلا لو كان مثلا يعني واحد مبرز مثلا في العلم ولا في الدعوة ولا في غيره، أبدا ما كان كذلك. لو أن العبد رأى من سبقه، يرى من تقدم عليه، من أنعم الله عز وجل عليه، فليقل تقدم هذا لفضل، ربما لسريرة بينه وبين الله، وتأخرت لذنب أصبته بسبب أنا، إننا ذنوب عملتها فأخرتني ذنوبي. ربما يكون ما قدمه الله عز وجل عليك أنفع له وأنفع لك، يمكن لو أنت تقدمت كن ذلك مضرة لك، يمكن لو أنت تقدمت ممكن يكون ده سبب للسوء والشر لك، ممكن تغتر، ممكن تعجب، ممكن يفسد عملك، ممكن تكون انت سبب فساد. يعني ممكن لو تقدمت انت في مكان ما تكون سبب في فساده. البعض يرى ان هو لا، لازم ان هو يكون في مجلس الاداره، لازم يكون في المجلس الفلاني، لازم يكون في الحته الفلانيه، ولما حد يتقدم عليه لا، ده الدنيا تقوم ولا تقعد، ازاي يحصل وينقلب وتبقى بهدلة. لا، احمد الله عز وجل، لعل الله عافاك من ذلك، لأنه يعلم سبحانه أنك لو كنت في هذا المكان لأفسدت، فقل رحمني الله عز وجل، وادع الله لمن كان هذا أن يؤيده الله عز وجل وأن يوفقه. ظن في نفسك الظن السيء، وظن في إخوانك ظن الخير. ربما يكون هذا كما قلنا سبق إلى الله عز وجل فأكرمه الله. ربما يكون هذا الإنسان للمكان ده أصلح، وإنت مش للمكان ده أصلح، إنت في مكانك أصلح وهو في مكانه أصلح. ربما ربنا أكرمك إن أنت تكون في المكان ده عشان ينفع الله عز وجل بك الدين والأمة أكثر من المكان الجديد اللي أنت ممكن تتمناه. ممكن أمور يتمناها الإنسان ولا تكون في صالح، وأمور يكرهها الإنسان وتكون خيرا ونعمة عليه. فالإنسان لابد أن يطهر قلبه من الحسد، ويكون قلبه سالما لكل مسلم، قلب سالم لكل مسلم. تخيل واحد زي الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو في صلاته لـ300 رجل من أصحابه، وغيره كان يدعو لغيرهم. تخيل بقى بيجمع الناس دي، ومنهم مثلا الإمام الشافعي رحمه الله، مش عشان بقى هو إمام الشافعي له مذهب آخر يبقى غاروا من بعض وحسدوا بعض، أبدا. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه انتظر أبي بن كعب عشان يتعلم منه، وأخذ بلجام فرسه يقوده، وأبينها عن ذلك. ابن عباس معروف من ابن عباس، فقال، فقبل أبي رأسه لما قال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، فقال، فقبل أبي رضي الله تبارك وتعالى رأسه وقال أمرنا أن نفعل هذا مع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ما حصلش شبه بين أهل الفضل وأهل العلم هذه الغيرة. الإمام مسلم كان بيقول للإمام البخاري دعني أقبل قدميك يا شيخ الحديث، دعني أقبل قدميك يا شيخ الحديث. والبخاري كان له سبق معروف من البخاري، ومسلم من تلاميذ البخاري، ما حسدوش ومغرش منه وقال إزاي ياخد المكانة دي، وبدأ بقى مسلسل الغيبة والنميمة والذم والخوض في الأعراض والكلام من وراء الظهور. لا، المؤمن لابد أن ينزه قلبه عن ذلك كله. اجعل قلبك سالما لكل مسلم. ما ترى من نعمة أنعم الله عز وجل على إنسان فقل هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لو حرمت أنت منها قل بذنبي، بذنبي أخرتني ذنوبي، أقعدتني ذنوبي،
لو كان في خير لتقدمت. قل هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله عز وجل لا يفعل شيئا إلا بحكمة، هذا من حكمة الله عز وجل. فيكون الإنسان صدر سليم لكل مسلم. لذلك قيل لله ضر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد دايما تلاقي جواه نار، مش عارف يستريح أبدا، لأنه مشغول بده وبده، وده طلع وده راح وده جي وده بقى أحسن، وده جواه صراع رهيب، جواه نار تشتعل، نار تشتعل بداخله، تعبان ليل ونهار عرفش ينام. طب ليه؟ سلم قلبك، سلم صدرك، خلي صدرك سالم، انشغل أنت بطاعة الله، انشغل بعبادة الله. ربما يكون عبد تقي خفي أفضل من إنسان شهير بين الناس. إن الله يحب العبد التقي الخفي. أختم لكم بهذه القصة. دخل رجل أحد المساجد فوجد رجلا يرفع يديه إلى الله عز وجل يدعو الله عز وجل بالمطر، يدعو الله أن يسقيه، أن ينزل الله عز وجل الغيث. قال فما أنزل يديه إلا وأبرقت وأرعدت ونزل المطر سيولا، لسه ما نزلش إيده، يقول يا رب أغثنا، مطر ينزل، برق ورعد ومطر. فرفع يديه وقال يا رب ما هكذا أردت، فتوقف البرق والرعد واستمر نزول المطر. فالإنسان روى هذه القصة قال دمين ده، إن يرفع يديه إلى الله عز وجل فالله عز وجل يجيبه سبحانه بفضله ورحمته وكرمه ومنه سبحانه، مين ده؟ فذهب فتبعه إلى باب داره، فدخل فطرق باب داره ودخل عليه فوجده إسكافي. إسكافي اللي هو إيه؟ الرجل اللي بصلح الأحذية. فالرجل تعجب، ده مش راجل مشهور بقى ولا عالم كبير ولا زاهد مشهور معروف بين الناس، ده راجل مجهول إسكافي محدش عرفه، ربما لا يلقي له أحد بالا، لكنه إذا أقسم على الله أبره. لذلك قال عمر لما جاء في احدى الغزوات او في احدى المعارك، في احدى المعارك وسئل عن من قتل من المسلمين، فقالوا فلان وفلان 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 واناس لا تعرفهم يا امير المؤمنين. قال ما ضرهم اني لا اعرفهم طالما ان الله يعرفهم. هم هيخسروا ايه؟ ان عمر ما يعرفهمش، مش هيخسروا حاجه، الله عز وجل يعرفهم ويعرفهم، يعرف اعمالهم، الله عز وجل هو الذي يتولى جزاؤهم، ما ضرهم أن عمر لا يعرفهم. فذكر له هذا الرجل ما رأى، أن قال له يعني شفتك أنت مين، عايز يتعرف عليه بقى، أن هو الرجل الذي يرفع يديه إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يغيث الناس. لما قال له هذه القصة وعرف الرجل ده، أنه الرجل ده حضر القصة وعرف وشاهد هذا المشهد وعرفه، ظل يبكي حتى رحمه الرجل فخرج. فضل يبكي يبكي لحد الراجل اللي هو راوي القصة ده ما قدرش رحمة به، راح أغلق عليه الباب وانصرف، قال يرجع له تاني يوم يعرفه. تاني يوم جه طرق الباب، طرق الباب محدش فتح الباب، كان يعني مفتوح قليلا، بيفتح الباب دخل فلم يجد الرجل، لم ملأهوش. أخذ يسأل عنه، فقالت إحدى جيرانه لما السؤال، فقال لها يعني أنا جيت امبارح وحكى لها القصة، فقالت رحمك الله لقد ظل منذ تركته يبكي حتى الفجر، فلما صلى الفجر أخذ متاعه وانصرف. رجل محدش يعرفه لحد النهاردة، محدش يعرف من اسمه، لكنه عبد تقي خفي، لو أقسم على الله أبره. سينشغل بتطهير نفسه، بإصلاح نفسه، تزكية نفسه، بتطهير قلبه، ينشغل بعبادته وطاعته لله عز وجل، دي وخاصة تطهير النفس، تزكية النفس، نزع الرذائل والخبائث والعيوب والآثام من داخل هذه النفس، عشان ما يفضلش الأمراض تنخر في الجسد حتى يهلك ويموت. نسأل الله عز وجل العافية. لهذه إطلالة سريعة
على مسألة تزكية النفس، زي ما قلنا مراد هذه الدورة كدورة تربوية، أن نربي وأن نزكي أنفسنا ولا تقل أهمية كما قلنا عن الدورة العلمية والمنهجية، فلابد للإنسان أن يعلم منهجه ولابد كذلك أن يتربى عليه. وكذلك هي مقدمة إن شاء الله تكون صالحة حسنة جيدة للمعهد اللي هيبدأ هنا في المسجد إن شاء الله من الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل، إن شاء الله تكون بداية ومقدمة صالحة وطيبة له بإذن الله عز وجل. المعهد إن شاء الله هيبدأ من الأسبوع القادم في المسجد هنا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أخيرا الشيخ سيد حفظ الله تعالى على وصول إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني هو يعني على أذان المغرب عدى بوابة اسكندرية، فإن شاء الله عما قريب يكون موجود بيننا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.